مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنين كقصة، مع في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. في قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. في قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. واجه الشكر لكل المشاهدين الذين يتواصلوا معنا سواء عن طريق خطابات أو عن طريق التليفون أو عن طريق رسائل SMS تليفونية أو بيزوروا موقعنا. من ضمن الخطابات اللي جاتنا بالبريد العادي رسالة جميلة ومليانة بالمعاني من أختنا المشاهدة عايدة حكيم من بورسعيد جمهورية مصر العربية. من ضمن الكلام الجميل اللي قالته أختنا عايدة: أتمنى أن يصلكم خطابي هذا ويقرأه الدكتور زكريا رغم انشغاله. طبعا قريت الكتاب ويذكرني أمام، قريت الجواب ويذكرني أمام رب العرش رب النعمة، إنه يسكب علينا من بركات روح القدوس ويقودني، لأني أحيانا أشعر بالوحدة. ووعد يا أختنا عايدة، إحنا بنصلي لأجلك وأصلي إن الرب يملأ حياتك فلا تشعري أبدا بالوحدة. اثنان خير من واحد، ثقي. طالما أنت سلمتي قلبك للرب، الرب يسوع موجود معاكي وأبدا مش هيشعرك بالوحدة. تمتع بالمكتوب شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. قصتنا النهاردة قصة رائعة، ولا سيما أنها من الإنجيل، من كلمة الله. عنوان قصتنا: ثق، قم هوذا يناديك. هنقرأ معا من إنجيل مرقس وصاع 10 ومن عدد 46. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى، اسمه كده ابن تيماوس، جالسا على الطريق يستعطي، كان بيشحت. فلما سمع إنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع، يا ابن داود، ارحمني. فانتهروا كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر: يا يسوع، يا ابن داود، ارحمني. فوقف يسوع، ما أحلاه، فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. يعني الرب يسوع بيناديه. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال الأعمى: يا سيدي، أن أبصر. قال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. هذه قصة رائعة من قصص الشفاء اللي الرب يسوع المسيح عملها. الرب يسوع عمل معجزات كثيرة، مكتوب في الإنجيل لو كتبت واحدة واحدة فما أظن أن العالم يسع الكتب. لكن اختار الروح القدس بعناية بعض المعجزات علشان فيها تعاليم. راجل اسمه بارتيماوس الأعمى كان في بلد اسمها أريحة بيشحت وملفوف برداء، رداء الشغل يعني، عدة الشغل، وبس الرداء مخليه ما يقدرش يتحرك. سمع إن المسيح جاي، قعد يقول له: يا يسوع ابن داود، ارحمني. الناس المحوطين قالوا له: اسكت. لكن هو ازداد صراخ. والرب يسوع سأله سؤال يمكن تستغرب، قال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ هتقول لي: طب وليه سأله؟ علشان هو عايز يقول له: هل أنت تؤمن إن أنا أشفيك، ولا أنت عايز شوية فلوس، شوية مصاري؟ بارتيماوس قال له: أيوة، أنا أؤمن، أنا عايز أبصر. الرب يسوع قال له: إيمانك قد شفاك. في الحال فتح وظل يطفر ويسبح ويتبع المسيح في الطريق. وللقصة كمالة سأستكملها معك بعد أن نستمتع
بهذه الترنيمة الرائعة. أرجوك ركز، ولو عايز تسجلها سجلها كمان، ترنيمة جميلة من أخويا الحبيب المرنم الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. يلي مش لاقي لحياتك أي معنى، ايوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقطعنا، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. يلي مش لاقي لحياتك اي معنى، ايوه عايش بس عيشة بطعم موت، كل ما تفوق من صراخك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت، والألم باين عليه والندم مالي عينيه، والألم باين عليه والندم مالي عينيه، قم تعالى للي حبك، قم تعالى للمسيح، بص للي قدم حياته عشان تعيش، دي الحياة من غير إلهك ما تساويش، بص للي قدم حياته عشان تعيش، دي الحياة من غير إلهك ما تساويش، صدقني ما تساويش، صوت ضعيف وأنا طلع زي آها، مش سمعها حد من الناس اللي جنبك، بتحاول تكتمها ليه وتدوس عليها، الحقيقة انك لابد تبوح بقلبك، صوت ضعيف وأنا طلع زي آه آه، مش سمعها حد من الناس اللي جنبك، بتحاول تكتمها ليه وتدوس عليها، الحقيقة انك لابد تبوح بقلبك، بص للي قدم حياته عشان تعيش، دي الحياة من غير إلهك ما تساويش، والألم باين عليه والندم مالي عينيه، والألم باين عليه والندم مالي عينيه، قم تعالى للي حبك، قم تعالى للمسيح، قم تعالى للي حبك، قم تعالى للمسيح. هكذا قالوا لبرتيماوس الأعمى، ثق قم هوذا يناديك. حاجة جميلة قوي، يعني المفروض أنا اللي أنادي ربنا، بس المسيح بينادي عليك. عايز أشاركك بثلاث أفكار محددة في قصتنا الجميلة. فكرة أولى عن الأعمى الأسير، وفكرة تانية عن الطبيب القدير، وفكرة تالتة عن الشفاء والتحرير. في الفكرة الأولى عن الأعمى الأسير، برتيماوس، طبعا وقت البرنامج مفيش، برتيماوس يرمز على الأقل في 10 حاجات للإنسان البعيد عن الله، اكتبهم ليا وارسلهم، وتقدر كمان تشوفهم على موقعنا على الإنترنت. من ضمنها إنه أعمى، الإنسان البعيد عن الله أعمى، ده مش أنا اللي بقول، الكتاب بيقول. الكتاب المقدس بيقول إن إله هذا الدهر إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. وبالمناسبة
في قديسين في الكتاب وأنبياء أقاموا موتى زي إليشع وإيليا وبطرس الرسول وبولس، أقاموا موتى. في ناس شافوا ناس إلا تفتيح الأعمى، هذه المعجزة تخصص فيها المسيح فقط وحده اللي بيفتح العميان. أعمى بيشحت، بعيد عنك، اللي بعيد عن الله بيشحت، صدقني بيشحت خمور، بيشحت، بيشحت سعادة. اسأل واحد بياخد مخدرات، المخدرات بتأذيه، تقول له بتعمل كده، بيقول لك نفسي أنسى، بحاول أنبسط، بيشحت. شوف إنسان بعيد عن الله تلاقيه بيستجدي حنان. ولعلمك لاحظت في خدمتي في السنين الطويلة إن لو إنسان حس إن إنسان أو إنسانة عايزة تشحت حنان، هقول لك ما تزعلش مني، بيبهدله. مراحم الأشرار قاسية، بيشحت. والناس هذا هو بارتيماوس وفي أريحة ورموز كتيرة. لكن نقطة تانية عن الطبيب الحلو، طبيب القدير، مر مخصوص، دي قبل الصليب المسيح بأيام القصة دي، مر مخصوص علشان على أريحة. هناك كان قابل زكا وقابل مين؟ بارتيماوس مخصوص. البرنامج ده مخصوص علشانك، بس لو صدقت سيب اللي في ايدك وتصلي معايا وتقول فعلا ربنا بيكلمني. مرات من كتر البرامج المسيحيه يقلب تقلب القنوات وتقول لا دي عارفها دي عارفها، طب هل اتغيرت؟ هل تقابلت مع هذا الطبيب اللي بينادي عليك ثق قم هو زي يناديك؟ هو الواحد اللي يفتح العينين، بيفتح العيون الداخليه. واجمل حاجه اذا اتفتحت عينيك تعرفها ان تشوفه هو. بارتيماوس اول منظر شافه شاف حلاوه المسيح. اذا اتفتحت عينيك الداخليه هتقول الرب يسوع حلو. انا عارف يمكن انت تكون مسيحي ما اعرفش مسيح حقيقي ولا بالاسم، طبعا المسيح حلو هتقول كده، هل اختبرته؟ بس عايز اتكلم كلمه اخيره عن التغيير اللي تم في بارتيماوس. واهم حاجه في نظري انه استمر يصرخ، قالوا له اسكت، استمر يصرخ، يعني كان عنده ايمان. الرب يسوع قال له ثق ايمانك قد شفاك، عنده ايمان ومصر. ارحمني يا ابن داوود، قالوا له اسكت، قال لا مش اسكت. بس في حاجه تاني، كان ملفوف بالرداء بتاع الشغل، عده الشغل، اسمع ماذا يقول الكتاب، طرح الرداء. بتاثر جدا من الفكره دي، الرداء ده كان يعطله انه يمشي، طرحه. انا ما اعرفش ايه الرداء اللي انت المفروض تطرحه. احيانا التدين الظاهري، واحد يقول انا معقوله اقف واقول انا خاطي قدام الناس، ده انا راجل مهم في البلد وانا كمان بحضر الكنيسه من زمان ويمكن بلم العطا. يا اخي ارمي الرداء التدين الظاهري ده، ارمي رداء الكبرياء، ايا كان الرداء اللي منعك ارميه. التعصب، تقول انا خلفيتي، طب ازاي قبل المسيح ده، انا دي مشكله خلفيتي، ارمي الرداء. ايا كانت مشكلتك ارمي الرداء وتعالى. موضوع لما قال له ماذا تريد ان اعمل لك؟ قال له ان ابصر. موضوع اني قلبك يتنور يستاهل انك ترمي الكل لاجل المسيح. تعالى له قول له يا رب انا محتاج، ماذا تريد ان افعل بك؟ قول له ان ابصر. والى حلقه قادمه من برنامجك حياتك المسيح. الانسان البعيد عن الله اعمى، اللي بعيد عن الله بيشحت، بيشحت سعادة. ارمي الرداء، ارمي رداء الكبرياء، التعصب، ثق قم هو زي يناديك. هو الواحد اللي يفتح العينين، بيفتح العيون الداخلية. البرنامج ده مخصوص علشانك، بس لو صدقت قم تعالى للي حبك، قم تعالى للمسيح.